أطت الأرض في المغرب وزخت السماء في ليبيا، ومع أطتها وزخها تنهمر دموع أهالي الضحايا سيولاً على فراق الأحباب. يبدو أن عام 2023 أبى أن يرحل قبل أن يترك جرحاً في قلوب العرب بعد أن باغتهم بكوارث طبيعية غير مألوفة في توقيتها وشدتها. أكثر من 10,000 شخص قضوا في كوارث طبيعية حتى الآن في 3 دول بداية العام، وإن كانت الإحصائية مرشحة للزيادة بعد كارثة ليبيا. في سوريا التي دمر شماله الزلزال، ومراكش المغرب التي لا تزال أنات ضحاياه حاضرة في أذان العالم حتى الآن، ليأتي إعصار دانيال ليكتم أصوات ضحاياه قبل أنفاسهم تحت مياهه. خبراء جيولوجيون يربطون بين هذه الكوارث وبين ما يلاحظونه من تغير في طبيعة الأرض، تغير يحتاج الوقوف عنده كثيرا بالدرس والفحص لاستكشاف الأسباب. ولحين ذلك فعلى الحكومات أن تتخذ الحيطة والحذر بعد تحركات جيولوجية وجوية كانت نادرة الحدوث، سواء في المغرب بتحرك صفائح أرضية بشكل أعنف من المعتاد، أو ليبيا التي تتعرض لنوات وأعاصير قادمة من أوروبا. لكن الغريب هذه المرة أن تصل ذروتها في ليبيا وليس أوروبا كما العادة وبهذه القوة. تحصي مراكز الأبحاث لا سيما الاقتصادية منها الخسائر المادية الاقتصادية للكوارث الطبيعية، وقد تحصي الخسائر البشرية كعامل اقتصادي، لكنها لا تحصي كم الألم والمعاناة التي تخلفها هذه الكوارث على ذوي من قضوا. هذا الألم وهذه المعاناة كان من الممكن تجنب كلفتها، أو على أقل تقدير تخفيفها، فيما لو عملت الحكومات بخطط استراتيجية وسياسات استشرافية وخطط تنفيذية لتقليل تلك الكوارث، حتى يشعر المواطن بقيمته على الأرض التي يعيش فيها. Hey guys.